السلطان سليم الأول حول الدولة العثمانية من السلطنة إلى الخلافة. أسباب تحول العثمانيين من التوسع في أوروبا إلى الأراضي الإسلامية. يتساءل المؤرخون عن السبب الذي جعل العثمانيين يتركون جهادهم في الميدان الأوروبي ويتجهون إلى ميدان الشرق الإسلامي ليحاربوا فيه ويفرضوا عليه سلطانهم، وكان الأولى بهم الحرب في أوروبا حيث التكتل الصليبي ضد العثمانيين المسلمين. ويمكن إجمال السبب في ذلك في شقين: ازدياد النمو الشيعي في إيران والعراق، وتهديد الدولة الصفوية للعثمانيين وضربها لدولتهم من الخلف أثناء انطلاقاتها في أوروبا. تنامي الخطر البرتغالي في الخليج العربي وتهديدهم للأراضي المقدسة في الجزيرة العربية وعزل المماليك عن مواجهتهم. علاقة السلطان سليم بالدولة الصفوية. أرسل الشاه إسماعيل الصفوي دعاته لنشر المذهب الشيعي في الأناضول، وما لبثوا أن وجدوا بعض المؤيدين. ثم قامت جماعة القيزيل باش أي العلويين في منطقة إنطاكية العثمانية بالتمرد على سلطة الدولة العثمانية استجابة لأوامر من الشاه إسماعيل نفسه. وقاد هذا التمرد شخص عرف باسم شاه قولو أي عبد الشاه، وكان هذا التمرد رهيبا. استخدم العثمانيون فيه كل قوتهم حتى نجحوا في إخماده بقيادة سليم بن السلطان بايزيد ولي إمارة طرابزون القريبة من إيران. وحدث الصدام الأول بين سليم بن بايزيد والصفويين عندما احتل سليم 4 مدن من مخلفات إمبراطورية الآق كوينلو، وأرسل الشاه إسماعيل الذي يدعي أنه وريث تلك الإمبراطورية المنهارة أخاه إبراهيم ميرزا على رأس جيش لاستعادة تلك المدن، لكنه هزم أمام سليم الذي دمر جيشه وأوقعه في الأسر. وأدت انتصارات سليم إلى كسابه مكانة كبيرة وتقديرا وإعجابا في نفوس الناس حتى نظمت فيه قصائد شعبية. غير أن السلطان بايزيد أمر ابنه سليم أن يطلق سراح أخي الشاه ويترك المدن الكبرى التي استولى عليها بناء على شكوى من الشاه إسماعيل، ولم يلقى هذا التصرف قبولا لدى الجيش أو الشعب. ثم تطورت الأمور وأجبر الجيش السلطان بايزيد الثاني على التخلي على العرش لابنه سليم الأول. ولما تولى سليم الأول الحكم سنة 918 هجرية جاءته الرسل من كل الأنحاء لتهنئته، ولم يحضر أحد من إيران الصفوية، فزاد ذلك من شقة الخلاف بين الدولتين، وتطور الأمر بينهما إلى الاحتكام إلى السيف. فالتقى العثمانيون مع الصفويين في الثاني من رجب سنة 920 هجرية في معركة جالديران، فانتصر سليم وهزم الشاه إسماعيل الذي هرب ناجيا بحياته وترك زوجته في الميدان. ودخل سليم العاصمة الإيرانية تبريز، وفي طريق العودة ضم سليم إلى دولته أراضي ذي القادر، لأن حاكمها علاء الدين التابع لدولة المماليك رفض مساعدة سليم عندما كان في طريقه لمحاربة الصفويين، مما وتر العلاقة بين العثمانيين ودولة المماليك، وقام بينهما عداء سافر ساعد فيه الاتفاق بين دولة المماليك في مصر والشام وبين الصفويين ضد العثمانيين. وزاد الأمر تعقيدا عثور العثمانيين على خطاب يؤكد العلاقة الخفية بين المماليك والصفويين، وهذا الخطاب محفوظ الآن في أرشيف متحف طوب قابو في إسطنبول. علاقة السلطان سليم بالمماليك. برزت أمام السلطان سليم الأول عدة أسباب استراتيجية جعلت الصدام مع المماليك أمرا ضروريا، فأي اتفاق بين المماليك وأوروبا سيفتح الباب أمام حملة صليبية جديدة ويضع الدولة العثمانية في مأزق، كما أن البرتغاليين بعد معركة ديو سنة 915 هجرية أصبحوا هم أصحاب السيادة على المياه الإسلامية الجنوبية، حتى إنهم أعلنوا عن عزمهم على قصف مكة والمدينة. وفي الوقت نفسه كانت حالة دولة المماليك الاقتصادية والسياسية والعسكرية سيئة لا تسمح لهم بحماية المقدسات الإسلامية. ولم يغب عن ذهن السلطان سليم الأول أن انتقال الخلافة إلى بني عثمان يجعل منهم قوة معنوية كبيرة عند المسلمين،
ويحد من أطماع أوروبا المسيحية في الدولة العثمانية، ويقضي على الخطر البرتغالي في جنوب البحر الأحمر. وقد أدى وقوع الرسائل بين قانصوها الغوري سلطان المماليك والشاه إسماعيل الصفوي إلى زيادة هوة الخلاف بين الغوري وسليم، وقطع أي محاولة للحل السلمي بين المماليك والعثمانيين. موقعة مرج دابق وآثارها. أدرك الغوري أن الحرب بينه وبين العثمانيين واقع لا محالة، فلجأ إلى تحريض أهل دمشق ليشتركوا معه في حربه ضد العثمانيين الذين اتهمهم بخيانة فكرة الجهاد الإسلامي في أوروبا. وأشاع أن السلطان العثماني قد استعان بجنود من النصارى والأرمن ليحارب بهم جند الله المجاهدين ضد البرتغاليين، ولكن يبدو أن هذا الأسلوب لم يلقى نجاحا كبيرا بين أهل دمشق لاقتناعهم بأن العثمانيين منذ قرون وهم يجاهدون في الميدان الأوروبي، ولم يتخلفوا عن إمداد المماليك أنفسهم بما يلزمهم لقتال البرتغاليين مثل ما حدث في عهد السلطان بايزيد الثاني. والتقى الجمعان على مشارف حلب في مرج دابق سنة 923 هجرية، وحقق العثمانيون النصر وقتل السلطان الغوري، ودخل سليم الأول حلب ثم دمشق ودعي له في المساجد، وفتحت كثير من المدن الشامية أبوابها للعثمانيين دون مقاومة تذكر. وأرسل السلطان سليم الأول رسالة إلى طومان باي الذي خلف السلطان الغوري في مصر يعرض عليه فيها حقن الدماء شريطة أن تكون غزة ومصر تابعتين للدولة العثمانية ويحكمهما هو باسمها، ويدفع نظير ذلك خراجا سنويا. لكن المماليك قتلوا رسول سليم فلم يكن هناك بد من الحرب، وعزم سليم على اللقاء فالتقى مع المماليك في غزة والريدانية، وكان النصر فيهما حليفة، وأدى انتصار العثمانيين في معركتي مرج دابق والريدانية إلى وقوع مصر والشام والحجاز واليمن تحت حكم الدولة العثمانية. ويعود انتصار العثمانيين على المماليك إلى مجموعة من الأسباب، منها تفوق العثمانيين التكنولوجي، فسلاح المدفعية المملوكي كان يعتمد على مدافع ضخمة ثابتة لا تتحرك، على حين اعتمد سلاح المدفعية العثماني على مدافع خفيفة يمكن تحريكها في كل الاتجاهات. سلامة الخطط العسكرية العثمانية ومرونتها، من ذلك استدارة القوات العثمانية من خلف مدافع المماليك الثقيل الحركة ودخولها القاهرة عن طريق المقطم، مما شل دور المدفعية المملوكية وأحدث اضطرابا في صفوف الجيش المملوكي لتدافعهم بلا انتظام خلف العثمانيين. ارتفاع معنويات الجيش العثماني. ودخل سليم الأول القاهرة ونودي به سلطانا وخليفة للمسلمين وخادما للحرمين الشريفين بعد أن تسلم مفاتيح مكة والمدينة، وكان سليم كريما مع ابن أمير مكة الشريف بركات الذي جاء يعلن خضوع الحجاز للدولة العثمانية. وفي مصر أعاد سليم تنظيم البلاد وأصدر قانون نامى مصر لهذا الغرض. مسألة انتقال الخلافة إلى العثمانيين. عندما انتصر السلطان سليم في موقعة مرج دابق، أسر الخليفة العباسي المتوكل على الله محمد بن المستمسك بالله، وكان في صفوف جيش السلطان الغوري، وفي أول صلاة جمعة صلاها السلطان سليم في الجامع الكبير بحلب، عد خليفة وخطب له في سوريا باعتباره خليفة للمسلمين، وسكت العملة باسمه. وتقول إحدى الروايات التاريخية إن الخليفة المتوكل تنازل عن الخلافة لبني عثمان في مراسم جرت في آيا صوفيا بعد عودته مع السلطان سليم إلى اسطنبول. ويقول بعضها الآخر إن الخليفة المتوكل قلد السلطان سليما السيف وألبسه الخلعة في جامع أبي أيوب الأنصاري بعد مراسم آيا صوفيا، وأنه اشترك في هذه المراسم علماء الأزهر الذين سافروا إلى اسطنبول وعلماء الدولة العثمانية، وأن الخلافة انتقلت إلى بني عثمان بقرار هذا المجلس. اتسعت رقعة الدولة العثمانية في عهد سليم الأول بعد أن ضم إليها مصر والشام والجزيرة العربية، وبعد عودته إلى العاصمة اسطنبول وجد فتنة شيعية قد اشتعلت في منطقة طوقاد الأناضولية سنة 925 هجرية، فأرسل إليها أحد قواده فنجح في إخمادها والقضاء عليها وأعاد السكون إلى تلك المنطقة. وفي سنة 926 هجرية
توفي سليم الأول من جراء خراج صغير في ظهره.